كانت موت بزاف تاع الناس كي كانت وفي السنة هذا المشروع وأقرا أهمية هي المخططات. كان بيتم استخدام المسطرة واللوحة. بعدين دخلت التكنولوجيا وابتدوا الناس يستخدموا الكاد. طبعا الكاد بيطلع اللوحة الجودة بتاعتها أحسن من اللوحة والمسطرة، بالذات كمان لو في تعديلات كتير. ابتدت الناس يحصل فيها شيفتنج ما بين الرسم اليدوي إلى الكاد. الكاد هو جرافيك سوفت وير، يعني برنامج رسم. الشيفت حصل لغاية لما أصبح مفيش حد بيستخدم دلوقتي اللوحة والمسطرة، والناس تحولت للكمبيوتريات الكمبيوتر. وبعد كده دخلت برامج جديدة مش تراك سوفت وير إنما مودرن سوفت وير. مودرن سوفت وير الناس تفهم إن هو شغال في 3D. لا هو أكتر من كده. إحنا بنحط فيه معلومات وهو وسيلة للديزاين. هو بيشتغل كمان 4D. ابتدى برضه الشيفت يحصل من الكاد الى الريب. لدرجه دلوقتي في بعض الدول الخليج بيبقى من اشتراطات العمل فيها ان انت تبقى عامل ريب. ديت تفسير العنوان بتاع المشروع. نتائج الأعمال الميكانيكية هي الخطة الميكانيكية. طبعاً إحنا ابتدينا نطبقها على مشاريع أوريدي موجودة على أرض الواقع. سواء في مرحلة التنفيذ أو مرحلة التنفيذ. طبعاً جودة المستندات في المشروع تطلع أحسن بكتير. وفيها يعني مميزات أكثر من التنفيذ. ابتدينا بأعمال إعتيادية، يعني بالنسبة لأعمال ميكانيكية يعني تكييف فاير فايتنج صح. وبعدين لقينا إن كمان إن سوق العمل فيه كوادر تبقى فيه شحيحة في أعمال الغازات القلبية. فالسنة اللي فاتت كانت المشروع عن الغازات القلبية. نطلع كوادر فاهمة ازاي تعمل تصميم